بمناسبة اليوم العالمي لحماية حقوق الطفل، راح نهضروا على العنف اللفظي والجسدي في الوسط المدرسي. هذه الظاهرة اللي عرفت تزايد كبير، وهذا من خلال تسجيل العديد من الحالات الاعتداءات على التلاميذ. ولهذا فريق جزائريون سلط الضوء على بعض الحالات. تفاصيل أكثر مشاهدينا في هذا الموضوع راح نشوفوها في هذا الروبورتاج لزميلتنا مريم جقار. تشهد المؤسسات التربوية في بلادنا عنفاً كالذي تعرفه هذه الأيام، أين عرفت وتيرة متصاعدة لهذه الظاهرة، وتحولت بعض المؤسسات التربوية إلى حلبة للصراع بين تلاميذ وأساتذتهم، وتارة أخرى بين التلاميذ فيما بينهم. بل ولم تسلم هذه الأماكن حتى من الغرباء الذين باتوا يهددون سلامة المتمدرسين. شهدت متوسطة الطاهر بوشات ببلدية تقصراين حادثة أثارت ضجة كبيرة، أين قام أستاذ الرياضيات بشتم وضرب تلميذة في السنة الثانية متوسطة. لا يزال العنف يجول في المؤسسات التربوية، والأخطر لما يصدر من مربي للتلاميذ. رشا يمينة زادي صاحبة 13 سنة دخلت غرفة الإنعاش بعد أن تعرضت لتعنيف لفظي وجسدي من طرف معلم الرياضيات. المعلم بخاف التحام، بخاف دي مات، قال هنتي حمارة بيسك عودتي لاني تاعك، زعما جبتي زدتي جبتي واحد في المات، هي تقول الورقة ماشي تاعي، هو يقولها الورقة تاعك، شغل بدا يناقش فيها، وهي كي يكون السكر طالع تولي تهضر بلا ما تفيق. ضربها بالحطبة هي بيسك عندها مال فورماسيون تاع يديها، صباتيها لاصقين، كي نحيت لها كي دات لها لوبيراسيون صباحها واحد طار. سمع أي حاجة اللي تقيسها تضرها في صباحها. رشا ماما نود الجرخة لحسين. رشا رشا ماما نود شوفي خلي حسين، شوفي خلي حسين ماما. حادثة مشابهة بطلتها، معلمة الفرنسية ضربت تلميذة على أذنها بحجة أنها لم تقم بإعداد تمارينها، ما تطلب منها التوجه على جناح السرعة إلى المستشفى، مع أن والدتها تؤكد أن ابنتها قامت بجميع واجباتها. تلقيت مشاكل كبار، كانت بنتي تقرأ سنة رابعة ابتدائي في مدرسة بشير إبراهيم رقم 1. جات قالت لي ماما ضربتني أستاذة، قلت لها على ضربتك، قالت لي ماما ضربتني، جات تضبح من أذنها، ماما يطعي أذني توجع فيا توجع فيا. كي رحت نستفسر مع المعلمة تاعها قلت لها علاش ضربتيها، قالت لي ما دارش التمرين. ومن بعد قلت لها أنا بنتي شفتها دار التمارين، لاخاطش بنتي عندها معلمة تاعها تجيها للمنزل يعني تمارس الدروس خصوصية في المنزل. أمات كي سقسيت الأستاذة حتى دروس الخصوصية قالت لي أنا درت التمارينات ونفس التمارينات اللي درتهم للتلاميذ اللي يقرأوا في القسم الآخر نفس المستوى. ومبعد ديت بنتي المستشفى، ومبعد طوني رسالة قالوا لي رح يديها الطبيب الخاص بالأذنين يعني تاع الأذنين. ومبعد عاود جيت المعلمة قلت لها أنا ما باش نهضر معها بالعقل باش ما تزيدش تضربها وكامل، قالت لي أنا يعني ما حبش تصار بالغلطة تاعها. جات معايا الأستاذة هذه قلت لها بنتي أنا ضربتها في الباطل، جات معايا الأستاذة هذه اللي تقريها في المنزل قالت لها التمارينات درناهم البارح. ولم تنتهي مشكلة أمينة التي تدرس بابتدائية باش جراح هنا، بل استمرت معاناتها إلى آخر السنة حيث أعادت العام بطريقة تعسفية رغم تفوقها في الدراسة. كي بديت نطالب على أوراق كي قالوا لي بنتك تعيد السنة، قلت لهم أنا يا بينو أعطوني أوراق الاختبار تاع بنتي، أنتم صلحتوا لها وأنا نحسب النقاط تاع بنتي، بس كان نزاع بيني وبينكم سي رغم نشك فيكم. قالت لك لا قالت لك أوراق الاختبار ما كل ما اسمها ما قالت ليش ما كانش في المرة في الأول، قالت لي كل مرة واش تهضر مرة تقول لهم عنده أستاذ العربية راهو في الأمانة راهو. ما قلت لها أنا بنتي كي عودت قنعيني بلي عودت أعطيني أوراق الاختبار تاع بنتي، جابت صفر أعطوني الورقة تاع الصفر.
قصة تلميذة إيمان هي الأخرى والتي عرفت ضجة إعلامية، تعرضت للضرب من طرف معلمة اللغة العربية التي تسببت في كسر لها على مستوى اليد، وهذا لا لسبب إلا لأنها تحدثت مع زميلة لها في القسم. دوك بنتي مكسرة، إن شاء الله بنتي تبرى، هذا واش نتمنى، بنتي تبرى إن شاء الله وتنسى واش صرا لها كامل في هذه المؤسسة. واش نقول لك، ويجعل ربي يسمح لها هذا ما كان، وما تعاودش. حاجه قلتي عندك الضمير. عندي الضمير، ما نقدرش نتبعها في القضاء، ما نقدرش. اتخذ العنف أساليب أكثر تطرفاً وخطورة في الوسط التربوي في الآونة الأخيرة، ما جعل بعض المؤسسات التربوية تتحول إلى مكان غير آمن، قد يهدد بتخرج جيل عنيف. حالات كثيرة أبطالها مربو الأجيال، فبعد أن كانت المدرسة مكاناً للتعلم والدراسة، أخذت اليوم منعرجاً خطيراً أبطالها بعض أشباه المعلمون. العنف المدرسي بمختلف أنواعه، سواء بين التلاميذ أو أساتذتهم، غير مقبول وغريب عن المؤسسات التعليمية في الجزائر.